السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا دكتورة، احنا كنا آخر حاجة قلناها اللي هي الكارير ليدر. حضرتك كنت قلت إن في الجونيور والمحترف والمشرف والمدير، دول بيبقى لازم يكون تحته أشخاص أكيد، يعني مش هو هيكون مدير نفسه، صحيح ولا؟ مش فاهمة سؤال حضرتك، يعني ايه يكون مدير نفسه؟ يعني حضرتك انت قلتي ان الترقيات بتاعت الدوكيمنت كنترولر او السلم الوظيفي بتاعه، هو بيبدا جونيور، بيبدا بيخش بعد كده سينيور، مشرف، بيبقى مدير او مانجر، بيبقى مدير لمين يا فندم؟ ما هو بيبقى كل لادر بيبقى مدير على اللي تحتيه، يعني السينيور بيبقى مدير على الجينيور اللي تحته، الليدر بيبقى مدير على السينيور الموجود، فاهمني؟ انا فاهم حضرتك، بس هو لو في مشروع ما بيكونش فيه اكتر من دوكيمنت كنترول، احنا يبقى مش فيه بنتكلم ان هو شرط ممكن يكون في المشروع، هو ممكن يكون موجود في الهيد اوفيس مثلا، يعني مثلا لو الجينيور، احنا بنتكلم على الجينيور مثلا بيبقى عنده خبرة مثلا سنة او سنتين اتليست، فالسينيور مثلا بتبتدي خبرته من 4 سنين، تمام؟ فايفن هو حتى لو هو شغال في البروجكت وهو سينيور، غير ما حضرتك مشغل في بروجكت حد عندك جينيور. الجينيور أكيد. بيبقى له صفات معينه، يقدر ان هو يتعامل في حاجات معينه، بيسكان، بيصور، بيوزع الدوكيمنتس، انما السينيور بيبتدي بقى ان هو ياخد حاجات تانية اكتر، ان هو بيبتدي ان هو يعمل ريبورتس، يظبط الاورجانيزيشن شارت، يظبط البوليسي بتاعت الشركه، البرايفسي بتاعت الدوكيمنتس اللي عنده، تبقى مهامه الى حد ما اكبر من كده شويه. ودايما الدوكيمنت كنترول بيبقى معاه مساعد، فاحنا دايما بنسمي المساعد ده جينير، والدوكيمنت كنترول نفسه بيبقى سينير. تمام، واضح. السلام عليكم يا دكتور، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش بس أنا عايز أسأل حضرتك عن التدرج الوظيفي وسنين الخبرة المطلوبة، وهل شهادات الخبرة بتطلع دوكم الكنترول بس ولا على حسب التدرج؟ هو سنين الخبرة، هو مفيش عدد سنين خبرة معين بيخليك تتنقل من البوزيشن ده للبوزيشن ده، تمام؟ هي بتبقى دايما الشركات بتاخدها حب كده ما بينها وبين الموظفين اللي عندها، لو هي عندها كاتيجوري يعني للدوكيمنت كنترول اللي موجودين عندها. بس في شركات اصلا ما بتعتمدش اصلا غير ان هي عندها دوكيمنت كنترول، ما فيش سينيور ولا جينيور ولا اي حاجة، هي بتعتمد على سنين الخبرة. بنتكلم مثلا ان السينيور مثلا بيبقى، الجينيور مثلا بيبقى سنتين، السينيور بيبقى مش اقل من 4 5 سنين مثلا، الليد ديبارتمنت مثلا او الليد دوكيمنت كنترول يبقى مثلا 8 سنين، بس ان هو لازم يبقى في عدد معين شغال تحت منه، مثلا 2 او 3 تحت الليد عشان يبقى اسمه ان هو ليد. اللي هي الديبارتمنت طبعا لازم يبقى عنده ديبارتمنت كامله مثلا من 5 او 6 افراد. فدايما بتبقى في الدوكيمنت كنترول ما بتشترطش بس عدد سنين خبرة، على قد ما هي بتتكلم انت عندك شغال كام واحد تحت ايدك، فاهمني؟ تمام، لان انا بقول لحضرتك كده، لان انا اشتغلت في كذا مشروع، وكل ما انتقل لمشروع جديد بيكون نفس البوزيشن. هتلاقيه دوكيمنت كنترول بس، صح؟ تمام، هو نفس المسمى بس مع تمام، ان سنين الخبرة بتعلى. هي سنين الخبرة بتعلى، بس هتلاقي الشركة نفسها معتمدة ان ده اسم دوكيمنت كنترول. ما حضرتك انا بقى ممكن تحصل على اللقب ده لما تطلع تروح شركة تانية، ما انا هتلاقي بقيت مثلا الشركة بروح تانية. شركات تانية بس نفس الم... ما انا بتكلم في كده، بروح شركات تانية بس نفس المسمى دوكمنت كنترول، ما فيش سينيور. انت عارف، انت حتى لو بصيتها في التأمينات هتلاقي في التأمينات برضو كاتبينها ان هي ملهاش تدرج، يعني ما انا هتلاقي بتكلم في في التأمينات مثلا عاملينها ان هي مراقب وثائق او مراجع وثائق حاجة كده، ومش ملهاش يعني ملهاش حتى تدرج في التأمين، في التدرج الوظيفي بتاع التأمينات. ما انا بتكلم عشان كده، هل شهادة الخبرة لما بتطلع ما بتشترطش ان بيتكتب فيها ملهاش سينيور علاقة، او ملهاش مانجر؟ علاقة، هي دايما الدوكيمنت كنترول بتعتمد على الخبرة العملية أكتر من الشهادات وأكتر من المسميات. تمام، يعني دايما هتلاقيهم بيعملوا دلوقتي تيست لأي دوكيمنت كنترول داخل أي بوزيشن عشان يتأكدوا إن هو عنده الأساسيات بتاعة الدوكيمنت كنترول اللي هيبتدي على أساسها يشغل القسم اللي هو شغال فيه، انما مش بالشهادات ومش بسنين الخبره، لان حضرتك ممكن تبقى قاعد مثلا في مشروع 10 سنين ولا حاجه والمشروع ما فيهوش اي جديد، بس دوكيمنتس داخله ودوكيمنت خارجه، ما شفتش اي تشالنج جديده، ما شفتش اي حاجه جديده او اي سكوب، ما اتعلمتش اي سكوب جديد غير السكوب ده بس. تمام. شكرا يا دكتور، جزاك الله العفو، خير. واياكم ان شاء الله.
تمام يعني كده يا دكتور، كده الأسئلة انتهت بتاعت محاضرة النهاردة، وشكرا جزيلا لحضرتك. تمام، وإياكم إن شاء الله، أشوفكم على خير إن شاء الله، كل سنة وأنتم طيبين. طيب.